تكتيك داخل الملعب. أنا كلاعب في مباريات بعض اللعيبة ممكن يؤدي لك دور يعني رأس الحربة، ولكنه مو برأس حربة. فهد المولد اليوم فيصل، معلش، اليوم في مدربين ياخذ رأس الحربة كرأس حربة حقيقي، ايه؟ كهداف جوه ال 18، ايه؟ وهذولي واضحين. في ناس تاخذ رأس الحربة كمحطة يجهز للي جايين. منتخب فرنسا اخذ كاس العالم راس حربته ما جاب ولا هدف. جيرو عطني امبابي وعطني هذولي. امبابي هو اللي كان نجم المنتخب، عطني واحد مثل امبابي. امبابي وجريزمان، امبابي وجريزمان، انا ما اقارن. وماتويدي محور، وماتويدي محور، وين تبغى؟ شوف انا اقول لك ما اقارن بين السعوديه وفرنسا كمستوى فني، لكن اتكلم كفكر مدرب. اليوم انا كمدرب ما لقيت راس حربه تقليدي في السعوديه، انا اتكلم كبيتزي. ممكن انه فهد المولد او اي اسم ثاني ممكن انه يكون كمحطه للي جايين من الخلف، وهذه ترى تصير في فرق كثيره يستخدمونها، لا سواء على الانديه ولا المنتخبات، تجد راس الحربه يجهز للي جايين. هذه ميزه في مهند عسيري، بس الى الان شكله ما مقتنع فيها. ميزه في مهند بس مقتنع فيها. انا ما ابغى هو مختار، هو اكثر الناس اللي ينزلون كور للوسط. ما ابغى اتكلم وش طريقه بيتزي، لاني انا ما ابغى اتكلم في الامور الفنيه، لكن انا اشوف ان كثير نتكلم ما عندنا راس حربه، ما عندنا راس حربه. في فرق كثيره ودوريات كثيره ومنتخبات كثيره تلعب بدون راس حربه. هذا صحيح. لما يكون عندك اللاعب اللي مو براس حربه لاعب فارق. احنا معليش، احنا لما رحنا لما فزنا على اليابان، معليش، لما فزنا على اليابان، ايه؟ لعبنا بدون راس حربه، السهلاوي طلع، لعبنا الشوط الثاني بفهد المولد. اضطريت انت، ايه؟ ما لعبت براس حربه، انت في احيانا مباريات تضطر. طيب. الان المنتخب يلعب اضطراري، مو بيلعب اختياري. انا بيتزي يلعب هذولي، مو بيلعبهم اختيار طريقه. بيتزي ما لقى هو قارك. انا تبغاني اوضح لك، تبيني افصل لك في هذه الجزئيه. أي. ماذا لو تاخر بيتزي في نتيجه المباراه؟ ايش الحلول اللي عنده؟ هذا اللي اقول لك انا اليوم. انت بيتزي لو ما سجل هدف ايش بيسوي؟ بينزل الصيعري، لانه بيرجع بيضطر انه يرجع يلعب الصيعري عشان يلعب بالطريقه الاعتياديه للعيبه، يقوم بادوارهم زي هتان وسالم وفهد المولد، اللي سالم يجي من الخلف، فهد من الطرف، هتان من الطرف، لانه ما ينعمل روس حربه. ولكن انا اتكلم لما تلعب امام منتخبات قويه وعندها تنظيم اقوى من اللي شاهدناه امام كوريا الشماليه وامام لبنان، بيختلف الوضع عندك، بيكون لازم تضطر انك تحتاج الى راس حربه. انا اليوم انا اشوف من اكبر المكاسب اللي شفتها انا في البطوله لاعب مثل حمدان الشمران. حمدان كان مكسب، انا اشوف مكسب صحيح. فني كبير جدا للمنتخب وللكره السعوديه لسببين: اول نجوميته وتقديمه مستوى حقيقه ممتاز جدا، ثانيا انه اصبح التنافس في مركز ياسر، اللاعب الكبير ياسر الشهراني موجود، وهذا بيدفع ياسر لعطاء اقوى واكبر، لان اليوم اللاعب اللي بيكون كلهم جاهزين، فبالتالي ان شاء الله يعني يكون كل خانات المنتخب تكون بهالشكل، التنافس يكون قوي ولعيبه نجوم. اي لاعب ما يعني ما تتاثر ان اللاعب يغيب، يعني بكره بيغيب سالم الدوسري، لكن انا متاكد انه لما بيلعب يحيى بيقوم بنفس الدور اللي يقوم فيه سالم الدوسري، فبالتالي لما تخسر لاعب يكون عندي لاعب نفس القيمة الفنية، وهذه حقيقة من المكاسب اللي شفتها، واتمنى ان شاء الله منتخبنا بكرة زي ما ذكرت ينتصر ويحقق التسعة ان شاء الله.